فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في اخر نص ساعه من حصتنا اليوم، نحكي على خلال الشاب والاحداث تتسارع في الفريق. كان منذ يومين تقريبا استقاله رئيس النادي توفيق المكشر ونائب السيد صبري بوعطي من مهامهم، اليوم احتجاجات كبيره في الشاب على اللي صاير بين الهلال خاصه والجامعه. باش ناخذ تفاصيل اكثر على شنو صاير في الشاب، تفاصيل هذا الكل جينا من عند السيد محمد بن ابراهيم الكاتب العام للهلال. سي محمد اهلا بك. مرحبا بك سيدي، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إكسبريس اف ام. مرحبا. دونك شنو هي الأوضاع في الشاب؟ علاش الاحتجاجات هذو الكل سي محمد؟ والله هي احتجاجات اليوم ما تنجم تكون كان على أثر موجة الظيم والظلم اللي قاعد يتعرض لها الهلال الشابي من قبل جامعة تونسية لكرة القدم وخلال الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، اللي قاعدين يعتمدوا في سياسة ممنهجة في ظلم الهلال الشابي والهيئة المديرة نتاعو، ومن خلال تسليط العقوبات المتتالية والمتوالية معناها في ظرف زمني قصير. اليوم من تقريبا من جويليا واحنا في العقوبات الضخمة والتاريخية واللي ما شهدتهاش كرة القدم التونسية سابقا، من 195 ألف دينار 180 ألف دينار عقوبة بتجميد الرئيس، تهديد وبتجميد لمدة عامين، كذلك الكاتب العام تيف تهديد إلا 6 نقاط في الموسم المقبل، وطو أخيرا وصلنا إلى الطامة الكبرى وأنه يعلمونا بقرار خطية ب 180 ألف دينار يعلمونا بها بتاريخ 28 سبتمبر ويقولون يلزمكم تخلصوا قبل نهار 30 سبتمبر، وكأني بالهلال عندها بنك معناها على حسابها تطبع في الفلوس وباش تخلص بهم جامعه تونسيه كره القدم. والادهى والامر يقول لك راهو لا راهو ما تخلصش في الاجل هذا، راهو باش تنجم تعرض روحك معناها لعدم قبول ملف الانخراط نتاعك لونجاجمون نتاع السيزون سبورتيف 2020-2021. اكثر من هكايا كيف نجيو نشوفوا نلقاو العقوبات هذوما راهو محل استئناف من قبل الهلال الشابي قدام لجنة الوطنية للاستئناف، يقول لك لا حتى الاستئناف لا يوقف التنفيذ. وعقوبات أخرين زاد ب 20 مليون تم نقضها من قبل لجنة الاستئناف، يجي يقول لك لا باقي يلزمك تخلص، ما فهمتش أنا كيفاش تتنقض عند لجنة الاستئناف وعند الرابطة ما زلت يلزمك تخلص. كأنهم مثل هياكل بعض على بعضهم ولا ما يصبوش في بعضهم ولا ما همش تابعين نفس الهيكل الرياضي اللي هو جامعة تونسية لكرة القدم. يعني غريبة اليوم موجة كبيرة من الظلم قاعدة تتسلط على الهلال، جماهير الهلال ولاو حاسين باللا عدل معناتها باللا مساواة. ثم جمعيات اخرين جامعة تونسية لكرة القدم تخلص لها في الخطايا نتاعها اللي صادرة عن هيئة الدولية، جمعيات اخرين وناس اخرين يخلصوا لهم في الشيكات نتاعهم معناها ويجدولوا لهم، واحنا حتى عملنا مطلب في جدولة ال 180 مليون قالوا لنا لا يؤسفنا وبدون اي تبرير او تعليل. اليوم لجأنا للسلطات، لجأنا للناس الكل، يبدو انه ما تماش معناها طاعاتي مع المساله، ما تماش رده فعل من السلطات المعنيه. جماهير الهلال ترى وانه اليوم العدل هذا يلزم يوقف، وعبرت بطريقتها في الاحتجاج في مدينه الشاب. هاو قاعدين نشوف ديجا في الفيديو نتاع الحجاجات على الباج فيسبوك على اللايف ستريمينغ نتاعنا مشكور ادم المدب. دونك نحن نسالك سي محمد، الاستقالة هل كان هذا الهدف نتاعها ان العباد تخرج الشارع تحتج، والا التحركات هذه معناها جات وحدها معناها بصفة توعية معناها؟ لا هي التحركات هذه جات بصفة تلقائية، احنا ماناش من النوع اللي يمارس الطريقة هذه هاو نعملوا استقالة من اجل انه العباد تتحرك. لا العباد ديجا العباد معناتها تقابلني في الشارع وفادة من مدة العباد فادة والعباد متقلقة والعباد تقول شنو هالحكاية هذه معناتها عقوبات متتاليه ما انزل الله بها من سلطان، نقعد نشوفه كل مره كل بريود تهبط علينا خطيه جديده من نص الليل ولا 11 نتاع الليل، كان باش نحط انا موظف غادي ويبدا يستنى في العقوبات اللي قاعده تتالى من عند جامعه تونسيه لكره القدم. الاستقاله كانت زاد هي في حد ذاتها رده فعل على طريقه تعامل الجامعه معنا، كانه اليوم سي توفيق يقول لك الصراع بالنسبه لرئيس الجامعه كانه شخص هو مشكلته مع توفيق المكشر، وبالتالي باش يضرب توفيق المكشر لازم يضرب كل ما يمت له بصله، من جملتها جمعيه الهلال الرياضي الشابي اللي ولات مهدده قلنا اليوم الا 6 نقاط في الموسم القادم، وتوا مهدده بعدم قبول مطلب الانخراط نتاعها. يقول لك انا نخرج
خلي الصراع نتاعنا هذا يكون خارج اسوار اللي هي الرياض الشاد وخارج اسوار الرياض، خلينا نتصارعوا لبرا باش حمايه لمصلحه الجمعيه وحمايه للجمعيه من هالتعسف هذا في استعمال السلطه، لانه اليوم نحكيوا على جامعه تونس لكره القدم، هي الخصم وهي الحكم، هي اللي عندها مشكله معنا وهي اللي عندها جميع السلطات وجميع الوسائل باش تسلط العقوبات وباش تحكم علينا بالخطايا هذه. على سألتك يا سي محمد، خاطر سي توفيق يظهر حتى من كلامه ومن تصريحاته ماهوش من العباد اللي يتسلم فيسع، معناها ظاهر كان مستعد للمعركة بينه وبين رئيس الجامعة تقريبا بكل قوته، ماهوش ما صارتش حاجة اللي تخلي تستاهل الاستقالة، خاطر العقوبات من أول موسم قاعدة تسلط في عقوبات على شبه، هذا صحيح وإلا طفح الكيل كما يقولوا، ما عادش نجم يتحمل الرئيس ونائبه. هو سيدي الكريم المشكلة مش في الخطايا، لأنه احنا متأكدين ومعنا قناعة وأنه قدام التاس غدوة وناخذوا حقنا بإذن الله. اما راهو الاشكال وانه ولينا نستعملوا في حاجات في اساليب معناها ماهيش ما فيها حتى وازع اخلاقي، ولينا نعملوا استدعاءات قبل اقل من 24 ساعه، يتم استدعائنا الحضور بالجلسه نهار ماتش الدومي فينال لاثاره البلبله واثاره معناها الواحد مع اللاعبين نهار ماتش الدومي فينال مع الترجي الرياضي التونسي. اليوم ولينا نستعملوا في السلطات، شوف يصدر قرار نهار 24 سبتمبر يعلمونا به نهار 28 سبتمبر. نهار 29 سبتمبر تمشي للمكتب الرابطه باش تاخذ تيتوس، يقول لك لا راهو لازمك تخلص عندك 200 مليون متخلفات، 200 مليون نتاع شنو يا حبيبي؟ انت البارح راك سلطت عليا العقوبه. يقول لك لا يلزمك ما تاخذ تيتوس الا ما تنظف. ايه وقتاش يلزمني ننظف؟ يلزمني قبل نهار 30 لانه اجل ايداع الانخراط جديد نهار 30 سبتمبر. تو هذا معقول؟ تو هذا معقول؟ وكي نقرا القوانين يترتب عن عدم إضافة التيتوس هذا في ملف الانخراط عدم قبول الانخراط. طو معناها اليوم قاعد أنت تجي تصدر عليها عقوبة قبل بنهار وتعلمني بها بعد أربع أيام، شوف أنت وتجيني قبل بنهار من انتهاء الأجل وتقول لي يلزمك تخلص. اليوم ما عادش المسألة سي توفيق مستعد للعركة هذه لأنه يعتبره أنه قضيته عادلة. اليوم لازمنا نمارسوا حق النقد وحق التعبير، يلزمنا نمارسوا بكل حرية وبدون أي قيد، ما دام ما ثماش لا سب ولا شتم ولا حتى شيء. ما دام ما ثماش المسائل هذه ما يجرم فإنه عندنا الحق ننقدوا باش نجموا ننهضوا بالرياضة التونسية، لأنه ما يمس الرياضة راهو يمسنا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. وبالتالي اليوم المسألة تجاوزت تسليط العقوبات من أجل تدوينات ولا من أجل تصريحات إعلامية، المسألة تجاوزت هذا وولينا نحكيه طو على أنه جمعية مهددة إلا 6 نقاط في الموسم القادم، عمرها ما صارت هذه في البطولة التونسية، واليوم مهدد وين الجمعية ما يقولوا لها لا ما عندكش الحق تلعب في السيزون سبورتيف الجاي. هذه مش عمرها ما صارت، أكثر من عمرها ما صارت، ونجيو نشوفوا نتعاملوا معاكم نقولوا لكم هاو مطلب يا سيدي جدول لدبي، جدول هولي 180 مليون، جدول هولي كيما عملت جمعيات اخرى، ما طلبتش انا معناتها بريفيليج ولا طلبت حاجه خاصه لي انا، قلت لك تفضل او مطلب، قالوا لنا لا يؤسفنا، قلت لها هي نفس الجامعه جدولة جمعيات اخرى. تو هذا معقول؟ مش كل شخصي ولا معناتها تقريبا ما تتوليش، اعطيني فيتوس ما تعطينيش، تصدر لي عقوبات باخر وقت وتعطيني اجل نتاع اقل من 24 ساعه وتقول لي خلص. اليوم في محاولة تعجيز واضحة، في محاولة هرسلة واضحة من قبل جامعة تونسية كرة القدم، يلزم الحكاية هذه يلزم تقف ويلزمنا نتعاملوا بحرفية ويلزمنا نتعاملوا موضوعية، ويلزم ما نستغلوش السلطة اللي عندنا والهياكل اللي عندنا من أجل معناتها معارك شخصية ولا من أجل معناتها مسائل شخصية. فما خطوات تصعيدية في الأيام القادمة؟ احنا باش نتصلوا بكل من يمت بصلة لجامعة تونسية لكرة القدم وللرياضة في تونس ولكرة القدم في تونس وحتى الهيكل الدولية زاد الرياضية زاد باش نتصلوا بها، وكل ما ثم حاجة من قريب ولا من بعيد نجم تأثر في الموضوع هذا راهو باش نتصلوا به باش نقوموا بالخطوات القانونية الضرورية لحماية مصالح جمعيتنا. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي محمد على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها، ان شاء الله بالتوفيق الهلال الشاب في بقيه مشواره
في البطولة إن شاء الله الموسم القادم، وإلا لما لا إن شاء الله نشوف حل النزاع هذا بين الشابة والجامعة. فاصل ثم مواصلين في آخر جزء من فير بلاي، بعد شوية باش يكون خبر سعيد لحبيب السياسي، استنونا بعد شوية في